أبوك عدنان كولكاي. إيه؟ تعرفي كأنه؟ يعني أمك حكيت لي عنه. ماشي خالي، نحن منستأذن وعنا شغل. دربكم خضرة. تشرفت بمعرفتك. فيني ضمك ابني؟ هي طبعا فيك تضميني، انت رفيقتي المرحومة. زورينا خالي. بتشرفينا امتى ما اجيتي؟ ان شاء الله علي، اكيد بزوركم. ماشي بخاطرك. بالسلامة يا ابني، بالسلامة. يلا بخاطركم. بالسلامة بنتي، الله معكم. تفضلي. يلا يا سمرة خانم، شوفي الأكلات اللي حاططيهن على النار بالمطبخ، وكملي تنقية العدس هنيك. ايه رايحة. انتي شو عم تعملي هون؟ ما عم بفهم شو اللي عم بتحاولي تعمليه بعد كل هالسنين. انا هون لحتى اشوف ابني، اجيت لشوف ابني. وطيب شو رح تقولي له؟ مرحبا حبيبي، انا امك جاي اسلم عليك. وشو لو بهدلك بوقتها؟ او بجوز انه يقلعك فورا، شو رح تعملي بوقتها؟ حبسوني 20 سنة، 20 سنة ويمكن أكثر. هدول مو كلمة بتتم، وكانوا كل يوم يعطوني أدوية، نيموني وخدروني كل الوقت مثل كأني مو موجودة. ما أقدر حرك إصبع أو أمشي خطوة، وما تركوا لي مجال أقول كلمة واحدة. أنا شو عاملة لحتى يقلعني ابني؟ ها؟ لو كان فيني إجي ما بجي وبشوفه؟ وإنت قاعد هون وعم تلومني؟ يا ريت لو دورت علي. إنت هون عم تلومني وأنا كل يوم كنت عم موت، ليش ما دورت علي يا أخي؟ والله ما بعرف، ما بعرف أختي. كل هالحكي ما عندي علم فيه. آسف زايدة، لا تواخذيني، لا تواخذيني. طلعت أنا المحقوق مو أنت. الله يسامحك يا أخي. مين اللي عمل فيكي هيك؟